ولمزيد من النقاش حول تناول الصحافة الغربية للجرائم التي ارتكبت إبان غزو العراق والمعلومات التي على أساسها اتخذ قرار الغزو، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميداعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد لبيد، صحيفة الغارديان في تقرير لها قالت بأن الغزو الأمريكي للعراق انتهى بسلسلة من الكوارث التي امتدت إلى منطقة الشرق الأوسط. هل تذكر الصحيفة في تقريرها الوضع الكارثي بالعراق، أم أن ما آل إليه الشرق الأوسط ولا سيما في العراق وتعرض مصالح بلادها للخطر هو ما دفعها للحديث عن الغزو بعد 20 عاما بهذه الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتقارير التي صدرت بخصوص الخطأ الفادح الذي ارتكبته أمريكا ومعها بريطانيا بشن الحرب، هذا ليس جديدا، تم الاعتراف به من قبل كبار المسؤولين، وتم الكشف عن حجم المبالغة والتضليل الذي بسببه أو بحجته تم غزو العراق. وكانت خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي استحقاقا في هذا الموضوع، وهو الذي انتحر في سبتمبر عام 2003. ليش انتحر؟ لأنه تبين فيما بعد لأنه هو كان سبب، كان مصدر تقرير البي بي سي. هذا التقرير كان الذي صدر عن خبير الأسلحة ديفيد كيلي، اتهم فيه بلير، جوني بلير، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني أيام الحرب، أيام الغزو، اتهمه بالمبالغة في التقارير حول ما يملكه العراق من أسلحة دمار شامل. وقال في تقريره، قال إن بلير تعمد في المبالغة في بهذا الشأن من أجل كسب تأييد البريطانيين للحرب على العراق. إذن الصحيفة البريطانية لا تأتي بشيء جديد، لكنها حاليا الآن بدأوا يتكلمون بشكل أكثر صراحة من قبل. لماذا؟ لأن الخسائر الكبيرة، الاستراتيجية الكبيرة التي يتعرض لها الغرب بصورة عامة وبريطانيا بصورة خاصة، تتمثل بخسائر مصالحها في ليس في العراق فحسب، وانما في المشرق العربي ككل، بعد نتيجة ضياع هذه الدول، خصوصا الدول الرئيسية المتمثلة في العراق وسوريا وفي اليمن. سيد لبيد، يعني هذه الصحيفة التي أكدت أن قرار الغزو الأمريكي بني على معلومات مضللة، لماذا لم يحاسب المسؤولون عن هذه المعلومات والذين اتخذوا القرار بالغزو رغم الاعترافات والأدلة الملموسة الآن الواضحة للجميع والذي أصبح العالم كله يعرفها؟ لأن القوانين الغرب، قوانين هذه الدول، قوانين الدول العظمى بالحقيقة، تحمي المجرمين، تحمي قادة الغزو، قادة العدوان. هؤلاء يمتلكون حصانة ضد العقوبات. يعني نقول لأن التقرير، هناك تقرير آخر بالحقيقة، هناك لجنة، نتذكر أن هناك لجنة أيضا في بريطانيا تشكلت في عام 2009 اسمها لجنة تشيلكوت. نعم، السير جون تشيلكوت، واستمر التقرير لمدة 7 سنوات، وبعد 7 سنوات في 2016 تموز 2016 أصدر التقرير. التقرير هو يدين توني بلير إدانة واضحة وصريحة، وقال بالحرف الواحد تقريرا أنه استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى غزو العراق قبل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. يعني واتهمها حتى على الجانب السياسي، السياسة الخارجية، السياسة الدولية البريطانية. يعني قال أن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن عندما تصرفت دون الحصول على تأييد الأغلبية، تأييد الأغلبية، أغلبية مجلس الأمن للتحرك العسكري. نتذكر أن الغزو الذي حصل في 2003 لم يحصل على غطاء، لم يحصل بغطاء من مجلس الأمن. مجلس الأمن كانت غالبيته ضد التحرك، لم يوافق. مع ذلك بريطانيا انساقت وراء نزعة جورج بوش العدوانية على العراق
وشاركت بشكل فاعل في الحرب. بالحقيقة الغزو يعني حتى الصحيفة عندما تقول الغزو الأمريكي تخطئ في التعبير. الغزو الحقيقي هو الغزو الأمريكي لبريطانيا. نعم. لأنه لولا مشاركة بريطانيا لما تجرأت أمريكا على الغزو بمفردها. نعم. أشكرك جزيلا عضو التحالف الوطني المعارض من مالمو السيد لبيد الصميدعي، كنت معنا.